هذا سائل يقول: ما السبيل الشرعي الصحيح حتى يتمكن المسلمون من إقامة الجهاد؟ السبيل الصحيح أنهم يجتمعون، تجتمع كلمتهم ويكون لهم إمام يقودهم، منهم إمام من المسلمين يقودهم، وتجتمع كلمتهم ولا يختلفون، بذلك يحصل الإعانة على الجهاد في سبيل الله، ويعدون العدة. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. نعم.